السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة، فيك أكتر من واحد سألني عليها فحبيت أعمل لها فيديو مخصوص، ألا وهي الكحة. الكحة في الأغنام، الكحة لو اعتبرناها ما تعتبرش طبعا التهاب رئوي، مش كل الكحة سببها بيكون التهاب رئوي، لكن انا النهارده الفيديو ده مخصوص عشان الكحه اللي يعتبر زي ما بنقول كده بالمصري الكحه الناشفه. بتلاقي الخروف او المعزه بتكح كحه ممكن تقعد بالدقيقه كامله تكح، بس مفيش اي افرازات من الانف، مفيش اي بلغم في الصدر، بتبقى اسمها كحه ناشفه. الكحه دي ممكن تبقى اغلب الاوقات يعني بتكون التهاب في القصبه الهوائيه مش واصل للرئه، التهاب في الحنجرة أو في القصبة الهوائية. واحتمال تاني بتكون ديدان رئوية، بس طبعا احنا 90% من الحالات كلها اللي بتيجي الكحة الناشفة دي بتكون في القصبة الهوائية، بتتعالج بالمضاد الحيوي على طول، وهنقول لك معانا دلوقتي المضاد الحيوي اللي بيجيب نتيجة ممتازة معايا وعن تجربة. كل الأدوية اللي بنقولها في الفيديوهات بتاعتنا كلها عن تجربة. في أدوية تاني، في ادويه كتير بتعالج، بس انا بتكلم عن الادويه اللي بتجيب معايا نتيجه وعالجت بيها وبتجيب معايا نتيجه. مثلا عندي نوعين بعالج بيهم اساسي بالنسبه للاغنام اللي هو الضان، يعني بنستخدم تيروزين. اوضح لك الصوره بس، تايلوفيت المادة الفعالة تايلوزين، عشان اسامي دي تايلوفيت ده الاسم التجاري بتاع الشركة، انما انا بتكلم على المادة الفعالة تايلوزين. تايلوزين طبعا ده الخروف عندي ال 30 كيلو، او بمعنى اصح زي ما انت شايف الجرعة، عشان في ادوية كتير بتعالج مرض معين بتستخدم الدواء المرض ما بيروحش، حاجة من الاتنين، يا الدواء بتاعك مش فعال يا الجرعة بتاعتك مش كفاية، لان انا استخدمت بكل الجرعات. ده مكتوب اهو للاغنام، الاغنام والماعز 1 ملي لكل 20 كيلو. لا، الجرعه اللي بتجيب نتيجه 1 ملي لكل 10 كيلو. لو استخدمت 1 ملي بالنسبه طبعا لشركه فارما سويد اللي هو اللي انا بستخدمه اللي في ايدي، المنتج بتاع الشركه دي، ده اللي انا بستخدمه، لان في شركه افيكو ما استخدمتهوش، فممكن تكون الماده الفعاله بتاعته اشد من ده، فممكن الواحد سنتي يجيب نتيجه، الواحد سنتي ل 20 كيلو يجيب نتيجه، لكن انا بستخدم 1 سنتي لل 10 كيلو وجرعه مره واحده بيجيب معايا نتيجه ممتازه في خلال 24 ساعه، بتكون راحت الكحه، اختفت الكحه. بس طبعا المعيز هو مكتوب لك هو للاغنام والماعز، بس في دواء تاني افضل للماعز امن من ده على الماعز، لان ده يعتبر جرعه زياده على اللزوم ممكن تسبب مشاكل في الماعز، والدواء اللي انا بستخدمه للماعز هو فلوريكول. الفلوريكول المادة الفعالة طبعا فلورفينيكول، عشان برضك الأسامي التجارية، لأن في فلوروميد، في فلوريكول أهو، وفي فلوروميد، دي أسامي شركات، عشان الناس اللي بيتكلمونا من البلدان العربية طبعا بيقول لي الأسامي الأدوية تختلف، لا ده منتج مصري الشركة مسميها فلوريكول، إنتاج شركة فارما سويد برضك، شركة مصرية، لكن أنا بكلمك على المادة الفعالة، تشوف بقى أنت في بلدك المادة الفعالة فلور فينيكول. فلور فينيكول دي المادة الفعالة بتاعت الدواء، ده الاسم التجاري بتاع الشركة. أنت بقى في بلدك دور على الفلور فينيكول، أو اللي هو التيروزين زي الدواء اللي فات، ده نتيجته ممتازة برضك، 1 سنتي لل 15 كيلو بالجرعة المكتوبة. يعني 3 مللي لل 45 كيلو. 3 مللي لل 45 كيلو. ممكن تستخدم سنتي لل 10 كيلو بس هيتحقن تحت الجلد. ده بيتحقن عضل وبيتحقن تحت الجلد، اما التيلوزين عضل فقط، عضل بس. الفلوريكول او الفلورفونيكول بيتحقن عضل وتحت الجلد، بيتحقن عضل يومين سنتي لل 15 كيلو، سنتي لل 15 كيلو بتحقن النهارده وتفوت بكره وتحقن بعد بكره، يعني بتحقن جرعه ما بين الجرعه والجرعه يوم، جرعتين ما بين الجرعه والثانيه يوم. اما التيلوزين مره واحده وسنتي معلش اسف، قلنا ده لو الفلوريكول عضل، بالنسبه للعضل سنتي لل 15 كيلو،
ال 45 كيلو هتديله 3 سنتي النهارده، تفوت بكره وتحن الجرعه الثانيه بعد بكره. ده بالنسبه للعضل. اما لو حنتها جرعه واحده بتحنه تحت الجلد وبتستخدم سنتي لل 10 كيلو، يعني ال 45 كيلو او ال 50 كيلو ليه 5 سنتي بتحنهم تحت الجلد مره واحده. اما التايلوزين لا، التايلوزين عضل بس، ما بيتحقنش غير عضل بس. اما ده في الفلوريكول بس بيتحقن، او الفلوروفينيكول بيستخدم عضل وتحت الجلد، ونتائجه ممتازه الاثنين بيستخدمهم. ده بيستخدمه للماعز، ده سعره ضعف التايلوزين. ده العلبه 50 سنتي ب 100 جنيه، ده اكتر من الضعف كمان، ب 100 او ب 105. التايلوزين العلبه بتعمل حوالي 75 ل 85 جنيه 100 سنتي. التايلوزين ارخص بالتلت، سعر التلت. فانا بستخدم التايلوزين اكتر، لان يعني مش المهم، مش العبره في السعر، العبره في الفعاليه. طالما معايا دواء رخيص وبيجيب نتيجه هشتغل على الدواء الرخيص، انا ايه اللي خلاني اجيب الغالي؟ ده بالنسبه للكحه في الاغنام. وبناكد مره تانية، كحه ناشفه مفيش بلغم في الصدر، لان يعني لو في بلغم في الصدر في كحه وفي بلغم في فرزات من الانف، ده بيبقى التهاب رئوي، بيتعالج برضك بده وبيتعالج بالتايلوزين، بس في المراحل في المراحل في البدايه، في بدايته. اما في المراحل المتقدمه لا، بتستخدم مضادات حيويه تانية اشد زي الدراكسين وزي الفينادين، بتستخدم حاجات تانية اغلى، السنتي الواحد ب 35 جنيه، فبتبقى غالي، بس هو اللي بيجيب نتيجه ان شاء الله معاك في المراحل المتقدمه. وطبعا ده دواء عن تجربه، الكحه والبرد في الاغنام الصغيره بيجيب نتيجه ممتازه. يعني كان عندي الجدي اهو اللي قاعد ده عنده التهاب رئوي، الجدي عنده التهاب رئوي كان ما شاء الله عليه، بس تعب. لو تسمع الصوت، مش هتسمع الصوت، مش واضح، صدره تعبان خالص، صدره حتى من قله الرضاعه من امبارح ما رضعش، بيقف بالعافيه. بس اديته سنتي من ده امبارح، طبعا ابره حرقه خالص، بياخد سنتي الصغير ده، بياخد سنتي مش بالميزان، هو ما يجيش 3 كيلو او 4 كيلو، بس بيتاخد ده، اديته سنتي فلورفينيكول ما شاء الله. وكان عنده اسهال برضك، الاسهال نشف ونشاطه نوعا ما تحسن عن امبارح. امبارح كان متدمر خالص، مش هيطلع عليه نهار. النهارده الحمد لله اهو، وان شاء الله النهارده هنديله سنتي كمان من فلورفينيكول حتى هو يتقوم اهو، الدخل بيرضع. امبارح كان قطع الرضاعه نهائي، هو لسه بيدور لكن لسه ما رضعش، ولكن ان شاء الله في تحسن. الدواء عن تجربه، وزي بنعيد مره تاني، جميع الادويه اللي بنقولها عن تجربه عمليه مش كلام نظري. وبالمره حبيت اوريكم، كنت منزل فيديو عن الكساح العرج، ده الجدي اهو، شوفوا ما شاء الله مشيته تعدلت ازاي، اتحسنت اهي. طبعا تعرضه للشمس والرضاعه، اخوه هناك اهو بيرضع، اخته قصدي، هما الاثنين بالمره عشان نتابعوا الحاله اهوت كلها عملي بالمره. بس 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 اهو ده اللي كان عنده الكساح، وده السليم، دي النتايه السليمه، مش كده عادي بعيد عن الشمس، دي النتايه السليمه ما شاء الله عليها اهي، طبيعي مفيش فيها مشكله. وده الذكر اللي كان عنده اعاقه في رجليه اهي، شوف رجليه ما شاء الله اتحسنت، انا اديته مره واحده بس الدواء. وعلى فكره لو ما اديتوش خالص ورضعته كويس وفي الشمس شويه ان شاء الله هيتظبط، بس انا بدي زياده التاكيد مش اكتر الدواء. يعني ما عندكش دواء، اهتم برضاعته بس كويس، ما شاء الله راضع حلو، ما شاء الله نشاطه حلو، وبيقف على رجلي كمان، رجل واحده من ورا اهو، شوف الرجل تعدلت ازاي ما شاء الله، تعدلت تمام، ولسه بتتعدل على فكره، لسه فيها عوجه بسيطه بس مش زي الفيديو خالص الاول، وبيمشي تمام. ورغم ان كل فيديوهاتنا عملي، وان شاء الله المعزه اللي نزلت التهاب الضرع امبارح لسه بنكمل علاجها. كل ده طبعا للاصدقاء اللي متابعيننا على الصفحه اهي، هناك اهي، بس بس ده الدهان بتاعها، دهناها امبارح ما شاء الله اهو، امبارح كانت اصغر من كده، كانت الحلمه بس، ما شاء الله النهارده هي بدات تضطر اهي، النشف من هنا اهو، لكن هي بدات ان شاء الله اهي يرد الالتهاب، يرجع لورا. فان شاء الله باذن لسه هنديها النهارده تاني، وهنديها مضاد حيوي لسه 3 ايام واربع ايام ان شاء الله، طالما في اللبن دي اهم حاجه، اللبن لو نشف هي دي المشكله الكبيره.
وفي النهاية لو عجبكم الفيديو إن شاء الله ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.